അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാസീൻ. വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം. ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ. അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം. തൻസീലൽ അസീസിർ റഹീം. ലിതുൻദിറ ഖൗമൻ മാ ഉൻദിറ ആബാഉഹും ഫഹും ഗാഫിലൂൻ. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أذقان فهم مقمعون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فَعَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَعُونَ. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَعَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناق أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون. وجعلنا من أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فعشيناهم فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بغر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون.
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربه وجعلني من المكرمين وما صدق الله العلي العظيم.